عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، مبروك لعبد المجيد تبون الحصول على ولاية ثانية بعد انتخابات 7 سبتمبر، ومباركة كذلك من طرف المغاربة. وما أضحكني هو بث مباشر مغربي خرجت واحد السيدة قالت لك لو كان بمقدور المغاربة أنهم يصوتوا من قلب المغرب لصوتوا لصالح عبد المجيد تبون لتستمر مسرحية شاهد ما شافش حاجة وتستمر بهلونيات شوشع الجزائر عبد المجيد تبون. وأنا أقول من هذا المنبر حصول عبد المجيد تبون على ولاية ثانية لن يزيد المغرب إلا نجاح وازدهار وتقدم، ولا ننسى بأن حصول عبد المجيد تبون على ولاية ثانية سيستمر العداء تجاه المملكة المغربية الشريفة. هنا راني مرشح يا بزاطة أولياء. السنة المقبلة إن شاء الله ما نزيدش نجيب كيلو المايس الدوره كذلك. يا علي بغيتك علي درتي اسم العسل. شكرا راني عارف ما والله ما والله ما نشك فيها. اذا اطلب واتمنى الصحراء الغربيه تتحرر ان شاء الله. اخان انت سمعت خاصك دي معاك 5 يترو ديال الماء راه غادي يدير لك الحلاقه مالي. شكرا بغيت لك حمار يرجع حمك من الكمال. امين. ولا واحد وصل النسبة المئوية نتاعنا تاع النمو الاقتصادي. احنا الأوائل في إفريقيا وحنا الأوائل حتى في العالم، احنا الثانيين في العالم العربي. وقيل انت مقرقب. بالنسبة للعهد الجاي إن شاء الله نواصلوا على هذا المنوال. أكبر الله عليا. الله يبارك فيك. وراني توعدت والجيش راه جاهز. يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود عنا ما نديرو. يحيى كبون يحيى كبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نمشي لواحد طبال العسكر الفلسطيني أنطوني عطوان وغادي نسمع واحد الخرجه ديالو بطبيعه الحال وغادي نردوا عليه وغادي نحاولوا اننا نبينوا الوجه الحقيقي ديال دوك المعارضين اللي كانوا كيعارضوا النظام الجزائري، منهم داك مهدي غاني. ياك هذا كان كيعارض النظام، هو الآن كيف يخطط النظام الجزائري إلى إرجاعه إلى الجزائر لهدف واحد وهو أنه يبدل اللون دياله ويهاجم المملكة المغربية الشريفة. ولكن رجاء الإخوان لو سمحتم فضلا وليس أمرا من غير المعقول أنك تسمع لي الحلقة وما تخليش البصمة ديال الإعجاب. البصمة ديال الإعجاب هي اللي كترفع من مستوى الفيديو كيتنشر على نطاق واسع. إذا لايك لو سمحتم. إذا نرجعوا للانتخابات. إيوه هاد الديمقراطية في الجزائر. من كيجيو من الوقاحة أنك يقول لك الديمقراطية في الجزائر من أحسن الديمقراطية في العالم. وصلت بهم الوقاحة كيقول لك الديمقراطية في الجزائر أحسن بكثير من الديمقراطية اللي كاينة في الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نبين وبينا بأن في الجزائر كل شيء متخلف إلا جهاز القمح. ملي كيهضروا على حقوق الانسان والحريات العامه وهو اللي دار تدوينه ضد النظام الا ويكون مصيره السجن او التعذيب او هو. نرجعوا للانتخابات الاخوان، واش عارفين بان حظوظ عبد المجيد تبون كانت ضئيله باش انه يحصل على ولايه ثانيه، وان نسبه الانتخابات كانت ضئيله، وما تفاجئوش المغاربه انهم غادي يخرجوا بارقام خياليه وغادي يقول لك نسبه التصويت كانت مرتفعه والانتخابات كانت نزيهه كما وقع في سنه 2019. علاش قلت لكم ان حظوظ عبد المجيد تبون كانت ضئيله؟ والدليل هو اللي خلى الطغمه العسكريه بالجزائر وعلى راسهم شنقريحه انهم يخفوا مع عبد المجيد تبون ويدعموا عبد المجيد تبون، كذلك ممثلي الاحزاب السياسيه والوزراء والولاة والقنوات الرسمية الموالية للنظام من هذيك الشروق والبرقوق والهدافة. والعجيب أن منهم أو جلهم خلال تدوينات أو لقاءات صحفية منهم بن قرينة منهم كوجيل
وكيقول لك بان الدستور الجزائري كيخول للشعب الجزائري انه بطريقه يعني اختياريه من حقه انه يصوت على الرجل المناسب. ولكن في نفس الوقت الاخوان انهم كيتكلموا على مصطلح الاستمراريه، وهنا في اشاره منهم واجب وزكاره ضد الشعب الجزائري حصول عبد المجيد تبون على ولايه ثانيه. يستحمرون ويبغلنون الشعب الجزائري قمع واستبداد من طرف الطغمة الحاكمة بالجزائر. وعلى فكرة أنا غادي نقول برافو لبعض الأحرار من الجزائر وهم قليلون اللي خرجوا وأعلنوا مقاطعة الانتخابات وتظاهرات الجالية الجزائرية بالخارج، اللي خرجوا في مظاهرات تحت شعار مدنية وليست عسكرية. زيد على ذلك ما وقع خلال اللقاء ديال المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره غينيا الاستوائية خلال الإقصائيات المؤهلة اللي كان 2025 اللي غادي تكون بالمغرب بطبيعة الحال. ومازال غادي نهضروا على هذا الموضوع، وراه كاين بعض الكواليس بأن النظام الجزائري يخطط لعدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري خلال كان 2025. الجماهير اللي كانت كتفرج لهذا اللقاء خرجوا بشعار والله ما نفوطي الحراقة في البوطي. إذن هاد الشعب هذا راه وصلت له العظمة عباد الله، عكس المنبطحين للنظام الجزائري من الجزائريين بطبيعة الحال اللي راضيين بالدل باغيين ولاية ثانية لعبد المجيد تبون. يورى عبد المجيد تبون أنهم دخلكم في الحيطة الخوت. مسألة أخرى رعينا ما نهضروا، هضرنا بالأرقام كل ما هو اقتصادي. فعلا عبد المجيد تبون مدخلكم في الحيط، بان عبد المجيد تبون فاشله على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الرياضي، في العلاقات الدوليه هضرنا على الاقتصاد بالارقام و و، بان عبد المجيد تبون فعلا مدخلكم في صور. ولكن هذا الشعب هذا ضحيه النظام منذ عهد بوخروبه، وان النظام يخطط الى استحمار وبغلنه هذا الشعب منذ عهد بوخروبه. وهضرنا على متلازمة ستوكهولم ومتلازمة بافلوف بأن هاد الشعب هذا ضحية نظام جوع كلبك يتبعك. رفع القلم عن ثلاث، نائم حتى يستفيق، وأكيد أن هاد الشعب والله ما يفيق حتى تفرقع في الرمانة حتى تفرقع شي حاجة، عادي يفيق ممكن يفيق، ولكن دابا الآن أنه باقي في سبات. ثلاثة، رفع عنهم القلم، نائم حتى يستفيق ومجنون حتى يشفى. هاد الناس مجانين، سبيطار ديال الحماق. وقالوا لكم المغاربه راه عندنا واحد بويا عمر هنا، اجيو تشافوا شويه. ثلاثة، رفع عنهم القلم، نائم حتى يفيق يستفيق، مجنون حتى يشفى، وصغير حتى يعقل. اننا ملي كنتحاوروا معاهم في البوتيك المباشر ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، اقسم لكم بالله للعقل ديالهم مازال صغير، لا حول ولا قوه الا بالله. غادي نمشيو للموضوع الثاني وغادي نهضروا عليه باختصار، وغادي نشوفوا داك طبال العسكر عطوان، ان بان عبد المجيد تبون انني ما كنتش كنعرف بان غادي تلقى دعم خارجي. وغادي يخو عطوان الفلسطيني اللي كنا كنحترموه، غادي تشوفوا شنو غادي يقول. عباد الله اسمعوا شنو غادي يقول وسنرد عليه بطبيعه الحال. الجزائر الان تعود الى المشرق العربي وبقوة، مثل ما ثبتت نفسها في الداخل الجزائري وفي افريقيا، الان اصبح عندها فائض قوة. هذا الان هذا فائض القوة سيذهب الى اتجاه الصحيح. ليش بحكي لانه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر حقيقة عمل تصريحين من اقوى ما يمكن، او خطوتين من اقوى ما يمكن، تكشف عن المعدن الاساسي للشعب الجزائري وللقيادة الجزائرية. اعلن انه فورا لما صارت انقطعت الكهرباء كليا في لبنان، وعن مطار لبنان، وعن المؤسسات العامة للدولة، حتى عن السجون وعن المرفأ، راح اعلن بانه سيقدم للبنان هدية ومجانا
شحنات من البترول اللي تمشي هاي الكهرباء، ويعود لبنان يرجع زي وزي أي شعب آخر. فالرئيس الجزائري فعلا قدم لهم هدية، ما طالب منهم ولا فلس، قالوا هذا هدية للأشقاء في لبنان. التصريح الآخر المهم جدا للرئيس تبون، إنه لما أقسم بالله، يعني أقسم بالله بأنه لو ساعدونا وفتحوا الحدود مع غزة، بتحكي لمصر طبعا، الحدود مع غزة، والله إنه هناك بإمكاننا أن نفعل الكثير جدا. كمان قال إنه إحنا لن نتخلى عن فلسطين ولن نتخلى عن قطاع غزة. هو حكى هالكلام، وكلام قوي وطالع من القلب، هو حكى هذا الكلام وولعت إسرائيل. يعني الصحف الإسرائيلية كلها يعني صارت ترتعد من إنه تتيجي الجزائر، والجزائر يعني دولة عظمى، شئنا ما دولة إقليمية عظمى، يعني شئنا ما بينها. إذا أجت الجزائر أنا اللي صورت فيديو وعندها صورت فيديو وعندها التجربة القتالية العالية وعندها الجهاد وعندها الشهداء، إنها تيجي تحط كل ثقلها مع فلسطين في البيبليك غزة. وإنه الرئيس طبول قال سنقيم 3 مستشفيات في أقل من 20 يوما. إذن سمعتوا شنو قال عبد الباري عطوان؟ وانا كنشوف بانك يعطي كبسولات ادعائيه حسب الطلب، ورا كنا كنشوفوا بانه فعلها مع القذافي مقابل ملايين من الدولارات، والان يعيد الكره مع الكبرانات. وهنا كنكشفوا المعدن الحقيقي ديال عبد الباري عطوان كمرتزق للانظمه الاستبداديه المنهاره. هنا السؤال المطروح، لماذا، وهذه رسالة موجهة لعبد الباري عطوان، لماذا لم تقل الحقيقة وتكلم على الزلات التي سقط فيها عمك تبون، بل زلات وقع فيها عبد المجيد وهو يتكلم عن واقعة الأمير عبد القادر وجورج واشنطن وكذلك مليار و300 ألف متر مكعب؟ لماذا ما تقولش الحقيقة وتقول بأن عبد المجيد تبون كيضحك على الشعب الجزائري؟ هنا مني كتهضر على البترول اللي كتكلم عليه وكتقول المقدم لدولة لبنان، علاش ما تقولش الحقيقة وتقول أن المسألة لم تكن هبة وإنما تعويض عن الغش الذي وقع في صفقة بين بيروت وحد فروع سوناطراك والملف لازال في المحكمة؟ علاش ما تقولش الحقيقة هذه ثانيا؟ مني كتحضر على الهدية لم تكن للبنان بل كانت لحزب الله، والهدية كانت مغشوشة ثانيا. ملي كتكلم على المستشفيات عبد المجيد ما باغي يدير مستشفيات في 20 يوم، و جل الدول العربيه علاش ما تقولش الحقيقه؟ لها مستشفيات في غزه بما فيهم المغرب. والله صدق عبد المجيد تبون ان منين قال بان العالم كيمشي بالرشوه وانت ممن كان لهم نصيب فيها. ملي كتهضر عبد الباري عطوان على القدره اللي عند النظام الجزائري، القوة العسكرية و قال بأن الجزائر عندها القدرة لتصل إلى حدود لبنان وغزة بحرا، وهنا كيتباها بالغواصات والبوارج والإسكاتسون والإسيسون التي تمتلكها الجزائر. وهنا علامة استفهام هنا عبد الباري عطوان أنه كيتناقد، وحتى تبون كيتناقد هنا. علاش عبد المجيد تبون انه كيخرج وكيطالب مصر بفتح الحدود بفتح المعبر؟ علامة استفهام، وهذا ما يسمى بالضحك على الدقون. انا باش نختم معك عبد الباري عطوان، غادي نقول لك للاسف الشديد كنا كنحترموك، والان اصبحت ظاهره صوتيه مثلك مثل عبد المجيد تبون. لو التصريحات تؤثر في العلاقات الدوليه لكان عبد الناصر وغيره من القومجيين والدول الممانعة التي تطل باستمرار رحللوا الأراضي العربية المحتلة. أنا غادي نقول لك ختاما، مبروك عليك أموال الشعب الجزائري. وأنا باش نختموا هاد الحلقة الإخوان، وغادي نهضر بإيجاز، رجاء ما تثقوش دوك المعارضين الجزائريين اللي كاينين بالخارج، منهم داك العربي زيطوط، منهم عبد السمار، وزيد وآخرون، وآخرهم والمفاجأة هو داك المعارض مهدي غاني، كل شيء كيعرفوا بطبيعة الحال. هذا اللي ضل سنوات وسنوات وهو يهاجم النظام الجزائري دابا الآن، وهذا خبر موثوق ومن مصدر موثوق يقر بأن النظام الجزائري
تفاوض مع مهدي غاني باش انه يدخل، والوطن غفور رحيم بطبيعه الحال ما يدخل لا الحبيبيس ولا والو. كنا على يقين بان قريبا غادي يدخل الى الجزائر وغادي يحاول انه يبدل اللون ديالو، وغادي يكون الهدف ديالو من خلال المنابر على القنوات ديال مواقع التواصل الاجتماعي غادي تشوف بان السيد هذا غادي يتغير 180 درجه وسيصب عداءه تجاه المملكه المغربيه الشريفه. هذوما المعارضين زيطوط وداك عبد السمار، والله كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا لا ثقه فاتقه. كان معكم الاستاذ احمد في هذه الحلقه اللي كنتمنى بانها تنال الرضا ديالكم، رجاء انكم تخليوا البصمه ديال الاعجاب، ترقبونا في طلعه اخرى، تقبلوا تحياتي.